يعني انت جايبنا من الصعيد ماشي؟ ايه رايك في الفكره دي يا ولدي؟ فكره دي فكره صايعه ما يعملهاش اي حد. دي ايه دي؟ ايه يعني ايه؟ 900 كيلو ماشي ليه؟ المشي رياضه يا المشي غباوه مش رياضه. ما كنا ركبنا عربيه وجينا زي ما خليك ربنا كلاتهم يعني. والدهون نحرقها ازاي يا ولد؟ وليه نحرق دهون ما نحرق بنزين ونيجي بدل حرقه الدم دي؟ والدهون يا ولد دهون ايه يابا؟ انت شبه الماستر واقف قدامي اهو. دهون ايه يعني؟ انا دهون جوه قلبي يا ولد. انا قلبي مدهون دهون. ما تبكناش الله يرضى عليك يا ابوي. ما تبكناش. طب مش هنقعد ولا هنفضل واقفين؟ انا بتخرج من الوقفه. يعني انت بتتعب من الوقفه وما بتتعبش من المشي؟ انا امشي بلادي يا ولد، ما اقفش ثانيه، افضل ماشي ما اتعبش، اقف اتمرد. طب اقعد يابا، اقعد، تعال نقعد على القهوه دي، اقعد يابا.